مشاهدينا، وللحديث بشكل أوسع عن المؤتمر الذي أقامته حكومة السودان حول مكافحة المخدرات وخطر هذه التجارة على العراق والمنطقة بأسرها، لا سيما مع الاتهامات للميليشيات وإيران بالمسؤولية عنها، معنا من كوبنهاجن عبر سكايب الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان. السلام عليكم أستاذ عبد الله، هل تسمعنا؟ نعم، أسمعك أهلا بك. الكريم. يعني ما الذي دفع حكومة السودان لإقامة مثل هذا المؤتمر بهذا التوقيت بالتحديد؟ ما الرسائل المرادة من هذا المؤتمر، لا سيما مع مشاركة وحضور إيران إلى هذا المؤتمر؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم كارم. أهلا. الرسالة المهمة التي أراد تسويقها السوداني هي تبرئة إيران وأذرعها في لبنان وسوريا والعراق من تجارة وتوزيع المخدرات ومحاولة إدخالها إلى الأردن والسعودية. هذه التبرئة جاءت، والنشاط هذا السوداني، بعد أن حققت إيران حقيقة نجاحا في الإمساك بطوق النجاة في اتفاقيتها مع السعودية التي حققت لإيران كثيرا من الفوائد، منها الاستقرار الاقتصادي نسبيا ووقوف تدهور التومان، إضافة إلى هيمنتها الأمنية بعد الاضطرابات التي حدثت في إيران. فتلك الرسائل التي أراد السوداني أن يعزز الموقف الإيراني في المنطقة العربية، على أن إيران ليست هي البريئة، بدليل على أن الوفد الإيراني صرح أمس قبل وصوله إلى بغداد أن إيران تعاني وهي المتضرر الأكبر من مرور المخدرات من أفغانستان إلى المنطقة. بهذا بمعنى أن المتهم الأول اللي راح تكون أفغانستان. لو كان ذلك حقيقة لكان المفروض أن تستدعى إيران بدلا من مصر والسعودية، مصر وتركيا التي هي بعيدة عن يعني عن صلب المشكلة يعني، فكان المفروض تستدعى أفغانستان لمواجهتها في هذه الحقيقة. لكن بالواقع هو تبرئة لإيران ومحاولة يعني محاولة إضفاء الطابع الإيجابي على إيران ونشاطها. وهناك هدف آخر من ضمن هذه الرسائل، هو قبول الأجهزة الأمنية الإيرانية تحت غطاء مكافحة المخدرات بالتعامل مع الأجهزة الأمنية العربية الحاضرة في المؤتمر. وهذا هو الهدف الأساس حقيقة بعد الرسائل المهمة التي في تبرئة إيران، هو إدخال إيران مع الأنظمة العربية في كافة نشاطاتها بعيدا بعدما تحقق النشاط الدبلوماسي. طيب، هنا أيضا يعني رئيس الحكومة محمد السوداني يقول إن حربه على المخدرات لا تقل ضراوة ولا شدة عن حربه على الإرهاب. يعني أين السوداني من النتائج على أرض الواقع، وما دقة هذه التصريحات التي يدلي بها؟ العبارة بشكل عام صحيحة، يعني كل المتابعين الاجتماعيين والسياسيين والأمنيين يقولون أن تأثير المخدرات كتأثير الإرهاب. هذا صحيح، لكن بالواقع يعني على أرض الواقع أن من يقوم بعملية تجارة المخدرات وإدخالها إلى العراق والتعامل فيها وتوزيعها هي ميليشيات تمتلك منافذ لا يستطيع السوداني الهيمنة عليها ولا يستطيع السوداني محاسبتها. الإشكالية في فرق القوى ما بين القوى التي تقوم بعملية إدارة المخدرات تهريبا وتوزيعا وإدخالها وإعطائها مغريات إلى الشباب، كل هذه قوة أقوى من أجهزة السوداني التي أسسها لمكافحة الإرهاب. ونحن نعرف كم ضابط من هذه أجهزة مكافحة المخدرات عفوا، كم واحد منهم تم اغتياله، تهديده، الإفراج عنهم، إخراجهم بالقوة من المراكز الشرطة بعد اعتقالهم. هذه كلها تؤكد على أن على أرض الواقع لا شيء يستطيع يعني السوداني وغيره من تحقيقها، بما أن الميليشيات صاحبة النفوذ في هذا الأمر. طيب، على المستوى القانوني، هل لدى القضاء في العراق القوة لمحاسبة مروجي وتجار المخدرات، يعني في ظل وجود شخصيات كبيرة نافذة يعني تم القبض عليها وهي متلبسة بتجارة المخدرات مثل ابن محافظة نجف مثلا؟ الو...
الواقع السياسي وتجربتنا مع القضاء العراقي خلال 20 سنة هو فشل في إنهاء ملفات ذات الأهمية، ملفات الفساد، ملفات قتل المتظاهرين، الجريمة الاجتماعية، فشل لأنه لا يستطيع من يدير هذه العمليات وهذه المخدرات والقتل وقتل المتظاهرين والفساد، تديرها هي ذات القوى التي تحكم البلد اللي هي الميليشيات، وهي القوى الإطار نفسها يعني، وإضافة إليهم جماعة الصدر. فبالتالي يعني لا يستطيع القضاء، وإحنا نعرف تماما أن القضاء وهيئته ورؤوسه العليا هي تابعة أيضا خاضعة لإيران، وهي تعرف، القضاء يعرف تماما أنه قادة الميليشيات وأصحاب المخدرات هم مرتبطين بإيران عقائديا وسياسيا وأمنيا، فبالتالي لا يستطيع القضاء، بتجربتنا معه 20 سنة هو فشل في هذا المجال، وبالتأكيد لا يستطيع تحقيق أي شيء لصالح الشعب العراقي في هذا المجال. طيب، يعني مع حديث حكومة السودان عن دعمها للمفاوضات بعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية، هل تعتقد هذه العودة ستكون انعطافة في هذا الملف، ملف المخدرات بالتحديد، ولا سيما مع تورط إيران، العراق وسوريا في ملف المخدرات وبشكل مفضوح يعني؟ يعني احنا نصحح التعبير انه هو عودة الجامعة العربية الى سوريا وليس العكس. وليس العكس، هذه الحقيقة يعني. فبالتالي يعني الحكم في سوريا غير قادر على اتخاذ قرار يعني مستقل، الميليشيات حزب الله وغيرها هي موجودة ايضا وهي تدير كثير من شؤون البلاد في سوريا، فلا يستطيع يعني هذا لا تشكل اي انعطاف، بالعكس هو راح يشكل تبرير اكثر لخدمة هذه الميليشيات والاجراء الذي اتخذ عسكريا ضد موقع في مدينة درعا، لم يصرح احد من قام بال يعني، لا نستطيع ان نقول اسم الدولة لانها لم تصرح في قصف مكان لصناعة وتوزيع المخدرات على الحدود الأردنية السورية. فبالتالي هذا ليس مبررا او انعطافا تخدم يعني مشروع المخدرات. المخدرات هي إيرانية، وكلما جرى تقويض سياسة إيران الخارجية بشكل سليم وصحيح عند ذاك يمكن التفكير والقول بأنه هناك انعطافة تكون على في هذا المجال. من كوبنهاغن الكاتب والباحث السياسي الأستاذ عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لكم.